وربما من كل أنحاء العالم، لكن الآن لدينا قصة ملهمة من حضن الوطن، من دولة الإمارات العربية المتحدة. قصة نسائية ملهمة مع ضيفتنا الكريمة الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، ملازم أول طيار في شرطة دبي. رحبت في هذه التغطية الخاصة لمنتدى المرأة العالمي في دورتها الثانية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. في البداية بالتأكيد عندك قصة جميلة وملهمة في عالم الطيران، نحن حابين أن نسمع منك، والسادة المشاهدين يمكن أيضا حابينهم يسمعون هذه القصة على لسان الشيخة موزة. أنا كنت أحب التحديات والمغامرات من يوم أنا صغيرة، ولكن قصتي مع الطيران بدأت وأنا عمري 12 سنة ما شاء الله، ومن بعدها هذه الهواية كبرت معايا على مر السنين. جميل، وبقيت معك هذه الهواية وقررت دخول هذا المجال، على الرغم من أنه مجال ربما يسيطر على الرجال أكثر، صحيح؟ يعني هو مجال صعب وليس بالسهل، فكيف دخلتي هذا المجال الصعب؟ أي امرأة يكون عندها العزيمة والإصرار تقدر تدخل أي مجال هي ترغب فيه، ونحن قيادتنا الرشيدة محظوظين فيها، وفرت للمرأة يعني البيئة المناسبة في كل المجالات، والمرأة لها أنها تختار أي مجال أنها ترغب فيه. صحيح. نعم ما شاء الله. بعد يمكن نقدر نقول بعد خبرة التواجد مع